السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوا مصر، حبيبنا برا مصر، إنا حبكم جميعا في الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. البيضة دي شكلها غريب شوية، طالعة مدببة بس هي سليمة وما فيهاش أي حاجة. وأنا إيدي طبعا اتوسخت مطرح العش، شايف إيدي اتوسخت إزاي مطرح العش. تنظيف العيش ايدي اتوسخت خالص. انا اهم حاجه بس دلوقتي اتاكدت على البيضه، البيضه زي الفل سليمه بس طالعه مدببه شويه، ماشي مفيش مشاكل مش هيضر. عامه ده مش اول شغل للنتايه دي، تقريبا ده تاني شغل ليها، وان شاء الله البيضه دي تطلع سليمه زي الفل ان شاء الله. تمام، وهنا في شايفين النقطه السوداء دي كده، دي حبايه فلارس متقشره، حبايه فلارس متقشره، يعني ذكر كان بياكل النتايه جوه العش. تمام زي الفل، نقفل عليهم عشان تكمل على خير ان شاء الله. طبعا الذكر شغال في الفتره دي، هي فتره التكسير، دايما كل يوم الذكر بيكسر النتايه مرتين ثلاثه في اليوم، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان النوتسي بتاعت العصافير بتحط بيض بكميات كبيره، فبالتالي هو بيكسرها على طول وكذا مره في اليوم على اساس ان البيض كله يطلع ملقط. تمام بسم الله ما شاء الله. طبعا عندنا الجوز ده الذكر اللاتيني، هو ده شبه الذكر الكيوت، فاكرين العصفور الكيوت ده يعتبر ابوه. بالظبط فعلا والله، ده يعتبر كده ابو العصفور الكيوت. تمام، عايزين نبص بس على النتايج جوه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. نفتح القش من هنا، بسم الله، لازم طبعا نحط ايدينا كده الاول. بسم الله ما شاء الله، ادي بيضه اول بيضه ليها، بسم الله ما شاء الله، والذكر طبعا بيكسرها كده كتير جدا اليومين دول زي الفل. نقفل عليها زي الفل، ربنا ييسر لنا الحال ان شاء الله. نشوف عش تاني، بسم الله ما شاء الله، ده العش اللي ان شاء الله باذن الله انتاجه هيكون ريمبو باذن الله رب العالمين. نفتحه كده ونبص الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بيجهزوا العش برضه بنفس النظام، حاطين النشارة على جنب اهو، وبيبدأوا يجهزوا العش عشان الذكر بيكسر النتايج كتير اليومين دول. ان شاء الله ربنا يرزقنا خيرهم. تمام، وادي عندنا جوز تاني اهو نفس النظام، كل الحاجات دي بفضل الله الغلاف بتاعتهم اتقطفت وبيجهزوا لدورة جديدة. عايزين بس نفتح كده على دي نشوف الدنيا فيها ايه جوه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ادي كمان بيضة، اول بيضة للعش ده كمان، ادي الجوز اهو، نتايه البينو والذكر دبل فاكتور. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. كان في سؤال لاحد حبيبنا كان بيقول لي ايه هو الدبل فاكتور والسنجل فاكتور. ده الدبل فاكتور اللي هو اهو اللي حضرتك شايفه، زي ما حضراتكم شايفه ده اللي هو بيبقى فيه نقطتين ثلاثه كده على الدماغ، علامتين ثلاثة على الدماغ وجسمه كله سايب، وبيبقى فيه نقط خفيفة على الكتف، لكن نقطة من يمين ونقطة شمال. تمام، السنجل فاكتور بيبقى الرسمة مرسومة كاملة على الظهر. تمام، ده كده اسمه دبل فاكتور، الثاني اسمه سنجل فاكتور. تمام، طيب بسم الله ما شاء الله. طب احنا كده ايه، بفضل الله زي ما كنت كلمتكم قبل كده بقول لكم ان ربنا اللي يعني الحمد لله بفضل الله ومن كرم ربنا علينا ان العصافير كلها بادئة بتبيض مع بعضها، يعني هنا بيضة وهنا بيضة وهنا بيضة، بسم الله ما شاء الله العصافير كلها مع بعضها. عندنا وهنا هنا اللي كان بيضة وهنا لسه ما بدتش قربت تبيض، يعني احنا عندنا هنا دلوقتي كده أربع، أدي الأربعة دول واحد اتنين تلاتة أربعة، الأربعة دول في منهم تلاتة كل واحد بايض بيضة وفي ده قرب يبيض، يبقى احنا كده بفضل الله ده من كرم ربنا علينا إن العصافير كلها بتبيض في وقت واحد. دي بتعمل إيه؟ بتعمل عملية تسهيل ليك إن أنت بعد كده تشوف الفروخ لو لينا حاجة كبيرة حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة زي الزغاليل اللي تحت دي كده اللي هم سبع فروخ دول، ممكن ساعتها نعمل نخلي الصغيرين كلهم مع بعضهم ونخلي الكبار كلهم مع بعضهم. يعني مثلا هنا مثلا في خمس سته وهنا في خمسه سته وهنا في خمسه سته وهنا في خمسه سته، هنا في كبير وصغير وهنا في كبير وصغير وهنا في كبير وصغير وهنا في كبير وصغير، نعمل ايه؟ نروح ماسكين العصافير كلها قبل ما تريش نروح مجمعينها. تمام، ونبدا نعزل ونفنط كده الكبير لوحده والوسط لوحده والصغير خالص لوحده. تمام، نحط الكبير خالص لجوز ونحط الصغير خالص لجوز ونحط الوسط لجوز، والكميه الكبيره في الكبير او الصغير او الوسط نحطها للجوز الرابع، يبقى احنا كده
بنوفق ما بين الاعمار علشان الزغاليل كلها تطلع بصحه جيده، وفي نفس الوقت نتابع كويس اثناء الفروخ مهما في العش علشان نشوف اي خطر موجود نبدا نتدخل فورا. خير، اما بالنسبه للجوز فبسم الله ما شاء الله انا سامعه بيخربش جوه العش كتير جدا جدا اليومين دول، ودايما قاعد جوه، فده تقريبا غالبا يعني فده غالبا بيبدا يجهز الحصى. هنشوف كده. بسم الله بسم الله ما شاء الله، الاثنين قاعدين جوه اهو، بس القش قليل جدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هنشوف بس كده، نشوف تحتيهم بيض ولا ايه. بسم الله لسه ما غلوش، وعندهم القش قليل جدا جدا جدا. طيب ماشي، عايزين نبص على النتايه كده. لا لسه بدري شويه عليها، النتايه لسه بدري شويه عليها، ان لسه مش محط حاطه من تحت كده زي الفل. طيب نسيبهم بقى هم كده يخربوش في القش براحتهم، وممكن نجيب شويه نشاره نحطها لهم في ارضيه القفص وهم يدخلوا قش عليهم زي ما عملنا مع الذهبيه. تمام، هروح اجيب شويه نشاره ونحطها في القش كده. جبنا شويه النشاره اهم، نفتح بقى العش. نبدأ نحط النشارة جوه. طبعا هم جوه، لا هم فوقهم. بسم الله ما شاء الله، نظبط لهم بس كده النشارة جوه. تمام، ممكن كمان نساعدهم نحط لهم شوية قش من اللي عندهم دول. بس خلاص ما تخافوش، احنا هنظبطها اهو. فان شاء الله عشان الفيديو ده ما يطولش على حضراتكم، هقفل معاكم واختم معاكم الفيديو ده دلوقتي، والباقي الطيور هعمل لها فيديو تاني. انه احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.